لا 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 خوي احمر اخين مره كهربنا بروح على ازرق تعذر. طيب يلا تعال بدل يا رب ما اموت هسه كلهم يموتون صعب عليك كلهم يموتون وانا لا لا نمتت الكل. يلا تاكر ميزار هذا الله عليك اوه سبقني بقى خوين اوكي السلام عليكم شوك شاش هذا وغير ياكم رحمي هذا شوف مقطع جديد من روبلوكس اليوم راح نلعب لعبة رهيبة هذه اللعبة اوه رجع خوينا رجع ولا وين اوه والله عبرنا كنا قدم يا حبيبي وين شايفين يا شباب هاي اللعبة كلش حلوة الفكرة منها انه انت ترمي الزار وراح يطلع لك رقم مثلا هسه انا طلع لي خلينا نحكي رقم 4 وراح تقدم وهاي المربعات اللي راح نوقف عليها كل وحده راح تعطينا قدره خاصه اكو بيها العاب اكو بيها راح تخليك تتقدم اكو بيها راح تخليك ترجع شوف انا هسه ما تقدمت عم بقول لي يس او نو دوس سكيب ولا لا رحمي دوس نو دوس نو دوس نو حتى أوكي. نلعب اللعبه يا شباب شايفين هسه انا تقدمت اوكي صار عندي قدره خاصه انه تقدمت وهسه طلعت هاي اللعبه هسه لازم نلعب هاي اللعبه شنو هاي اتوقع هاي مال انه لازم تعبر الطريق بدون ما تندهز اوه تعرف أيوة والله يبي يبي بالبدايه لازم تركب القارب اركب القارب اركب القارب يس عبرت اوكي اوكي عبرت طبعا ها اوتاكو اذا راح تفوز بالتحدي راح تاخذ نقاط وراح يخليك تتقرب لخط النهايه اكثر انت الوحيد اللي تفوز لا خسرت كنا خسرنا اصلا طيب خوينا شو خوينا واقف هذا والله هسه دورك اوتاكو انت ارمي الزار يلا واحد اثنين رميته وعلى فكرة إذا تفوز بهاي التحديات شون التحدي اللي تونا خسرنا به راح يطق زار ذهبي زار ذهبي كل ما راح ترميه راح يخليك الله عليك خوينا عم يحكي 100,000 لايك كل ما راح ترمي زار الذهبي راح يخليك تتقدم 6 خطوات 6 خطوات اللي هو أكثر رقم ممكن يطلع لك فلازم نجيب يا شباب زار ذهبي عندي واحد عندي يلا عندي واحد عندي زار ذهبي ها بفلوس أوف 900 لا خليني ارمي زار عادي خليني اشوف هذا لانه الفلوس بابا كثير يابا انا صار عندي فلوس بابا بس ما راح اصرف على زار اوه طلع لي زار جديد هذا والله يلا اوتاك دورك ارمي يلا ارمي زار الله عليك انا هلا الاول يا اوتاكو انا هلا الاول راح تطلع اللعبه يس هلا والله كفا يمكن نفس اللعبه اللي لعبناها قبل شوي مو خلينا نشوف لا 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 واحده ثانيه لعبه ثانيه ايش هذا عم يحكي لك لازم تقفز مثل الارنب يب بني هو مثل الارنب يب هذه اتوقع راح تصير تتحرك يا شباب هذه اللي بالنص ولازم نط من عندها ونشوف ياها اللي راح يبقى للاخير يلا نط اتاك نط نط خوينا كيف ما مات؟ ما مات لانه يكون عنده لاج او هيك شيء شوف انا عم اشوفها تفوت من داخله لكن هو الظاهر عنده لاج يب وانا كمان لا كنت بقفز يا الله خسرت اول واحد يخسر والله نينو يا اخي ما متعود ما متعود على هاي اللعبه هون بروبلوكس اقفز خوينا ما عم يقفز وما عم يموت انا بنط ود والله غش والله خوينا هيك اتاك بتخسر اتاك ترى تخسر لا مات خوينا الله عليك فزت والله بس هو خطيه عنده لاك فاكيد راح تفوز هو خلفي يلا اتاك ارمي ارمي زار هلا هو دوره 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 يب دوره لازم هو يرمي الله عليه يتحرك لعبه ثانيه ايش هذا عمي عندك انا فكرت اوقف على اللعبه اه يب وقف على اللعبه هلا وقف على لعبه ثانيه بس يلا خلينا نشوف ايش اللعبه خلينا نشوف هذه اوه اتاكو هذه يحكي لك لازم هاي دي شوف هاي الالوان لازم تتحرك بينها لانه كل لحظه راح ينفجر واحد من الالوان وانت وحظك لازم ما تنفجر يا اتاكو شايف انت روح على الاخضر وانا بروح على الازرق لا ما لازم توقف على لون واحد لازم تظل تنطنط لانه هاي الالوان بس اكثر واحد صح هاي خوف هو الاحمر اوه فزت اثنينهم انفجروا على الازرق انا وياه اثنينهم انفجروا يا الله والله مساكين صار عندي زار ذهبي لانه فزت يا اوتاكو خلص برمي الزار العادي بعدين استعمل الذهبي خوينا متقدم كثير الان صرت معه يب صرت معه وصار عندنا لعبه بس الحمد لله رد توقف على هذه السالب 4 ترجعني 4 نقاط للخلف اوه ايش هاللعبه؟ ما بعرف انا لحالي عم يحكي لك في كهرباء بالارض اقرا وات؟ يب نط 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 طيب كيف فيني ارجع للخلف؟ عم بيقول انه واحد مننا راح ينسعق فجأة يا رب عندك خمس يا رب الاحمر يكون ثواني لتختار يب انا اختاريت الاحمر لا انا لا كنا مثلنا كنا خسرنا صرنا سلطة اي والله هلا دورك يا اوتاكو ارمي زار يلا واحد اثنين عندك الذهبي عندي ذهبي تريد تستعمل يب استعمل لانه احنا بعيدين عنك كثير لازم تلاحق فينا شايف احنا وين مرتين طلع لي 6 تخيل الله عليك صرت قريب بعد ذلك بعدني ورا يب بس انت لو واقف على هاي الورديه كان طلعت لنا اللعبه يلا هلا دور مين
هلا دور خوينا. يلا يا خوينا خلينا نشوف خوينا ايش راح يطلع. ايه ايش عم يسوي؟ هو طلع له زار. ها لا لا لازم لا لازم يوقف عليهم عشان تطلع له. عنده خمسة لعبة. الله عليك خوينا الله عليك. خلينا نشوف ايش هاللعبة هاي الالعاب. يا شباب انا ليش افرح لما تطلع الالعاب؟ لانه كل ما راح نفوز فيها كل ما راح يعطينا زار ذهبي. شو هاي؟ مارفن بحكي. مارفن سيز هذا مثلا يقول لك روح على الاخضر لازم تروح على الاخضر. فاهم علي؟ اوكي 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 جيت ريدي. اوكي احنا متحضرين. جرين جري 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 جري. لا خسرنا يا الله. جري اللي هو هذا يا شباب. يا الله اثنين خسرنا. بسرعة بدي اوصل. والله كان المفروض نكون اسرع يا اتاك. طيب هلا دوري برمي الزار الذهبي. عندي اثنين راح ارمي واحد. خلينا نشوف حظنا بالكيرب. اسبق خوينا. خوينا عم يرقص. يلا يلا يا رب بس سبقته. الوال صرت بالمرحلة الثانية. يلا يا اتاك اتاخر واحد ارمي واحد. أوه. بس اهم شيء ما يطلع لك ناقص. اهم شيء ما يطلع لك ناقص لانك راح ترجع للخلف يا اتاك. احنا ما بدك ترجع. يلا خلينا ارجع خمسة. لا هاي تتقدم خمسة. هاي زائد خمسة مو ناقص خمسة. يا كنت راح تتقدم خمسة. كان راح تتقدم علي. طيب خوينا ايش طلع له؟ ليش عم يرقص؟ ستة بستة صار عندي. اوه في واحد جوان. في واحد جوان كمان. هلا احنا سابقين كثير. والله سابقك يا خوي سابقك. اوكي رمى خلينا نشوف ايش راح يطلع له. هلا خلينا ناقص اربعة. لا لا مو من البدايه. طيب هلا دوري خليني ارمي الزار العادي. طيب يا رب ما يطلع ناقص. اوه الحمد لله حلو. الحمد لله زائد خمسة. اوه والله لو طالع لي زائد خمسة. يا الله يلا ارمي اتاكم. ارمي ارمي رميت اثنين ذهبي يا حبيبي. اثنين ذهبي. ليش التبذير؟ والله حظك صاحبي. بس ليش التبذير يا اخي؟ لازم نضمهم. طيب يا اتاكو خلينا نشوف هلا دوري يمكن اللي يجي. ها الله عليك طلعت لعبه اتاكو. انت طلعت لعبه بس احنا ما انتبهنا. اوه هاي اللعبه تبع الباركور. هذه والله اعرفها يعني لاعبها شباب. هاي لعبه. هاي لعبه علم امريكا. يب ما عليك بالعلم. هاي لازم تجي تسوي باركور تبع الجيش. تعرف باركور الجيش؟ لازم تركض. انا اللي بعرفه. اركض اركض اركض. طبعا اخويانا يا شباب ما طلعوا ويانا بالباركور لانه داسوا يس. ومن دوس يس ما راح يفوتك معنا. المفروض يدوس نو. يلا تعال اركض. اتوقع انا وانت اثنين راح نخسر بالباركور هذا لانه شوي صعب يا شباب. طب ما بنقدر نغري نتجاهله ونكمل لقدام. لا حاول ما تقدر. اركض 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 اركض. في جدران مخفيه وري نفس ماين كرافت. كيف وصلت عندي بهالسرعه؟ لا طيب هذه صعبه يا اتاك. ما اتوقع راح تقدر تسبقني فيها لانك لازم كيف تقفز. كيف تلعبها؟ تقفز هيك ما اعرف بطريقه. ما اسوي حركه هيك. وات ما عم تضبط. ما عم تضبط الحركه. مش عم تزبط معي. بنخسر اثنين. عندنا 20 ثانيه يا اتاك. لازم نسوي الحركه. يس هذه حركه شفتها يا اتاك توني سويتها. لازم ياب لازم تعمل على اللي فوق مشان تقدر تصعد لانك ما فيك تطلع من هون. شايف في جدران مخفي. طيب كيف انا توني سويتها؟ خسرنا اثنيناتنا. لا انا ولا انت اللي فزنا. والله صعبه. ياب بس انظر الى الجانب المشرق صرنا قريبين على بعض. الله عليك كيف قفز من فوق؟ لا قفز من فوقك. انا عندي راح يعبرني. هيسبقك حبرني. زين صار عندي هو بالضبط. خلينا نشوف خوينا الجديد. خوينا الجديد لحد ما متحرك واقف بس وسها بقني كأنه ولا شو هذا؟ خوينا الجديد لا متأخر كثير. هلا أنا الأول راح أضغط العادي. ما بدي أستعمل منطقتك الذهبي. منطقة لافا. ياب منطقة اللافا هي منطقة خطرة يا أتاكو. هنا في كثير فخوخ. أوه أعطاني إكس بي. ما أعرف إيش يساوي صراحة. أعطاني إكس بي. يلا أمشي يا أتاكو. أديش طلع لك؟ حطيت ذهبي أنا. هذا آخر ذهبي معي. الله عليك بالكيرب زائد خمسة. حأوصل لك. لا سالب أربعة. سالب أربعة. لا والله مسكين أتاك. رجعت خوينا القديم. يلا خلينا نشوف خوينا القديم هلا بيجي على سالب أربعة كمان. لا الحمد لله عبر عبر. بيطلعني الورق. بيطلعني زائد خمس. أخذ لعبة صار جنبي. أخذ ناقص أربعة. لا أخذ ناقص. ياب أخذ ناقص أربعة. رجع على اللعبة. ما انتبهت. إيش هاللعبة هاي؟ ما أعرفها. ليش ما حدا عم بجون علينا على اللعبة؟ ممكن عم يضغطوا يس. عم يضغطوا يس. المفروض يضغطونه لانه هاي بالعكس. ما اعرف ليش المصمم تبع الماب هيك مسوي. طيب ايش هاي اللعبة؟ ما فهمت اتاكا. ما بعرف اخر اول واحد لازم منطخ الارض. لازم منطخ الارض اعتقد يا شباب. باركور بس اتاكا انتظرني يا واحدة منهم فيك. لا يا الله اختارت الخطا انا كمان. طيب شو خلينا نشوف خوينا الجديد ايش راح يسمع. والله اختفى فجأة. هلا دوري اتاكا ولا دور مين؟ دورك. لا دور هذا خوينا. طلع له لعبة. طلعت له لعبة. والله ملقلقين اللي معانا يا شباب. فجأة عم يختفوا. ايش هذا؟ شو هذا؟ جرين سكرين. لا جرين سكرين هذا متاهة اتوقع.
وخطة ديال المتاهب تعرفها بس هالمرة حومي ما انه وقت عم يحكي لك لازم تلقي الكوينز الصفرة هاي حاط لك الصورة تبعهم هون هذي مو نفس المتاهب العادية اللي نعرفها يا تاكو ايش هذي طيب كيف راح نلاقي هلا والله تاكو كيف راح نلاقي الكوينز اللي هو طالبهم في هيك في شيء اصفر على شكل وردة داخله موجود قطع ذهبية هو هذا الشيء اللي لازم نلاقيه يا تاكو ضلك امشي لحد ما تلاقيه بس لا يحكي لي والله انا شكلي راح اضيع وما راح يشوفني اتاكو لانه شكلي اخضر والحيط صح سكنك جديد اسطوري نسيت اقول لك يب صحيح انا كمان نسيت احكي لكم يا شباب عدلت على سكني كثير شوف يا شباب خلي اوقف خلي اشوفكم لابس مناظر وحركات واهم شيء عندنا عقروقه هون على شتوفي شفتي عقروقه رهيب هذه مو عقروقه عاديه هذه عقروقه مثلك هاي عقروقه نينجا يا اتاكو اوه عقروق النينجا انت كان المفروض تشتريها بس انا اشتريتها مشاني حومي لقيت 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 وينها لا ما شفت يا اخي عم ادور صار لي ساعة والله لو خلص الوقت كان اثنين خسرنا افضل طيب هلا دوري اتوقع راح استعمل الذهبية لانه خوينا سبقني وما بدي انه اصير انا الاخير يا شباب بدي اكون الاول ايش هذا لا ناقص اربعة الحمد لله لعبة الحمد لله زائد خمسة لا كان راح يعطيني زائد خمسة اوكي على نقطة كنت حتاخذها على نقطة والله على نقطة يا شباب كان هلا انا ختمت اللعبة ايش هذا؟ وين رايح؟ ما بعرف وين رايح؟ متحمس صادف اربعة لا يلا انظر للجانب المشرق طلعت لنا اللعبة يا تاكو والله مسكين يا تاكو ايش هاللعبة تبع الشطرنج ولا ايش؟ شو هاي؟ سبليف اسمه شو سبليف والله ما ادري دير بالك من الشغلات اللي حتنزل من السماء نفس اللي نلعبها بماينكرافت نفس الانفل نفس الانفل طيب كيف فيني اشوف السماء يا اخي ما فيني اشوف السماء يا الله يا ورع يا اتاكو شو سويت فيني حكيت لي من السماء مو من الهرم والله هيك كان مكتوب خسرنا كنا يا شو خسرنا كنا طيب هلا دور خوينا الاول خلينا نشوف ايش راح يطلع له هو جنبك انا مفكره مختفي مفكره ملقلق هو جنبك بنفس المكان كان صادف اربعة ها لا لا الحمد لله وين طلع له هاي العصاية والله ما تسويه والله ما اعرف خلينا نشوف هذا خوينا والله ناسي يا رجل ما ادري ليش ما عم يطلع له يلعب ممكن ملقلق ولا ايش يمكن ايش صار معه وقف اوكي ملقلق يب هلا والله دوري طيب عندي سيلفر اثنين سيلفر ما انتبهت عليهم عندي سيلفر سيلفر اللي يصير رصاصي زار رصاصي مو ذهبي مو بقوة الذهبي هلا والله طلعت لنا اللعبة خلينا نشوف ايش اللعبة هلا والله يا رب تكون سهلة يا رب بدي زار ذهبي هي نفس صعبة هذه يا الله هذه صعبة تاكو المرة الماضية انا ما كنت فهمانة هلا فهمتها هلا انا كنت فهمانة بس صعبة حاولت يا رجل افوزها ما فيني كل صعبة تحداني افوز اتحداك يا ورق طيب يلا واحد اثنين قفز هون بعدين هون الله ليه هون السيارات انتبه ندعم خوينا انجعص عم اسمع صوتهم ماتوا كلهم بقى بس انا وانت قفز مرة ثانية قفز قفز عبرته انا عبرت وحدي الله ليه صار عندي زار الذهبي هذا طيب هلا دوري لازم ارمي ايش هذا ها مكتوب رحومي فيرس رحومي الاول ما كان مكتوب ارمي طيب تعال ايش راح يطلع لك يا رب سالب اربعة يا رب زائد خمسة زائد خمسة أوه. ايش هذا انتقل الف مكان وين يا الله على الحظ طلع له زائد خمسة ناقص اربعة وبعدين طلع له لعبة ما اعرف كيف يلا تاك جاهز لعبة القفز هذه اصعب لعبة عندي شباب والله لا سهلة يلا اشتغلي اشتغلت فز انا وياك لحالنا بالبداية بالبداية سهلة اصلا بعدين يا شباب الصعوبة راح تجي شايف صارت اسرع لما تجي عندي تصير اسرع المشكلة السريعة عندي يا اخي انا بدي اصير سريع عندك مو عندي سرعة عندي وعندك ترى بنفس السرعة لا مو هي لما تجي عندي تصير قريبة عندي تزيد سرعتها فاهم علي؟ اوه ماي جاد راح يموت يلا موت يا اخي تكفى والله رجلي صارت توجعني الله ايش هذا تاكو فوز يلا على الاقل تاكو فيك تلحق فيني والله صار قريب علي كثير هذا خوينا هذا والله خلينا نشوف هذا محظوظ يا اخي بالبدايه كان الاول ايش راح يطلع له؟ اوه عم يتحرك وين تتوقع راح يوقف؟ انا اتوقع زائد خمسه لا انا بتوقع على اللي قدام الزائد خمسه زائد خمسه بس لا يطلع له الفضائيه لا شو هي بتسوي؟ هذه الفضائيه تخليه يروح شو اسمه المرحله الاخيره ايش طلع له؟ اللي بعد الفضائيه تماما الحمد لله لانه يا شباب فضائيه راح تخليه في
يفوز علينا صار ساري تمساح. هذا والله هذا خوينا صار قريب شوي علينا. طيب هلا دوري أتاكو إيش تنصحني، أرمي السيلفر ولا العادية دهب. ولا الذهبية؟ ذهب يلا قدام ذهب يا شباب. معنا أنت اللي حظك حلو أنا ما لعب. أنت متقدم علي. What؟ أنت كنت متقدم علي وما تعرفه بنفسك. يا رب زائد خمسة يا رب يا رب. يس زائد خمسين. يس يس يا حبيبي تمزح. والله صرت بعيد عليكم بكثير. هي نصيحتي حبيبي. شكرا على النصيحة شكرا والله بحياتك بعد تحلم توصل لي. لا والله يقدر شباب هذاك انا وهذا هو. هلا والله لعبة كيف انتقلت للعبة فجأة؟ ما بعرف والله ما بعرف. يمكن هذه هون تبع الزارية بتعطيك مرة ثانية انك شو اسمه تختار. اخيرا اجتمعوا كلهم سوي. هذا والله واحد عم يسوي نحن يا اخي نفسي يجتمعون بس هم الظاهر عم يضغطوا بالخطا. اتاك لا تقرب على الحمراء خليك بالخضراء انا راح ابقى بالخضراء. اوكي خليك بعيد عني كل واحد بمكان. اوه ما تخوينا الاول يا الله انا راح ابقى بالخضراء يا شباب لانه الخضراء لوني المفضل. اتوقع راح اكون محظوظ مع الاخضر. اوكي راح تنفجر الثانيه راح تنفجر الثانيه. اوس والله قريبه. لا مو بالترتيب لا لا على الالوان على الوان يا اتاك. الله يستر بس انا راح اقفز فيك يا رب ما ننفجر. قفز قفز شكله بالترتيب يا رحومي. لا مو بالترتيب بس كنت راح انفجر كانت بالزرقاء اللي بصفي. او ماي جاد يمكن لو ما قفز كنت راح اموت. اوه الحمد لله عم يضحك خوينا كان راح يموت. الله يستر بس اتاكو باي 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 باي. أوه جنبي مرتين بنفس المكان جنبي. اللي انا كنت فيه يا لازم تتحرك. انا ما راح اتحرك ابد راح ابقى بنفس المكان. انا اللون الاخضر حظه حلو علي صراحه. اوه كيف أوه. مات شلون انفجرت جنبي كيف مات خوينا. يلا بقينا انا وانت اتاك يمكن لانه عم يقفز. اوه فزنا انا وانت. هلا والله علينا. طيب هلا دوري انا ارمي الزر ولا دور خوينا هذا. يلا خلينا نشوف ايش راح يصير مع خوينا يا شباب. بلك يا رب يوصلنا يصير على الاقل قريب. احنا بعيدين عنه كثير لانه هو جوًا عن اللعبه متاخر. ايش طلع yeah. لزار. اوكي هلا دوري راح ارمي واحد رحمه. كمان ذهبي بما ذهبي انه قربنا يا رميت واتوقع عشان وصلنا قريبين على المكان الفوز اللي هو خط النهايه. خلينا نشوف يا رب زاد خمسة. لا اوكي هاي مش بطاله مش بطاله. اعطاني زار سيلفر. ايش راح يطلع لك اتاكم. انا ذهبي هلا رميت. الله ديك يعني. طبعا هاي يا شباب شو اسمه الزارات اللي تشوفوها يا اما يعطيك زار سيلفر يا اما يعطيك قريب عليه اوتاكو وثلاث فرق. الله عليك صار كلش قريب يا شباب. لازم نطلع خوينا كمان. وين سالب اربعه. لا لعبه الله عليك الله عليك. فكرت راح يرجع المسكين. يلا لعبه يا رب تكون سهله اوتاكو هذه. خلي نصنا بجنب ونصنا تاني بجنب. انا هضلني بالازرق وانت ضلك بالاحمر. انا لا 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 خوي الاحمر اخير مره كهربنا بروح على الازرق. تعذر. طيب يلا تعال بدل. يا رب ما اموت. هسه كلهم يموتون. صعب عليك. كلهم يموتون وانا لا. لا انا متت كلها. ايزي. يلا يلا. خوينا وقف في النص والله حركه ذكيه. اوه لا مو ذكية لانه حيموت شو مطلع. اوه فاز اوتاكو الله عليك. جي جي هلا اوتاكو يا شباب دوره. يا رب ما يطلعني. مين هذا مو خوينا الاول. يب. ليش رجع بنقطة البداية؟ هي نقطة البداية؟ ياب نقطة البداية يمكن عنده لاك خطية فصل. لا خسر اللعبة بقينا انا وانت وخوينا جد. ايه كيف ايش عم يصير؟ كيف بدي انتقل؟ المهم انا وياك صح. المهم يا شباب انا واتاكو متقدمين. هلا انا لسه متقدم بالصدارة على اتاكو. راح ارمي واحد سيلفر. اوكي رميت واحد فضة. اوه رزقك ناقص اربعة طلع لي. يا الله ارحمي عادي يعني انت اشتقت لي وحبيت اصلا عادي. يلا دورك يا رب ناقص اربعة. يا رب ناقص اربعة. يا رب ناقص اربعة. يا رب لا. يا رب ناقص اربعة. الحمد لله لعبة على الأقل. يلا على الأقل لعبة ممكن ذا أفوز أخذ الذهب. يا الله يلا أوه هي صعبة. أتاكو أنا قرأت بالإنجليزي بطيء لازم أنت تقرأ الألوان. أوكي أنا أقرأ. أوكي مع أنه أنا كمان مو كتير سريع بس يلا لأنه يا شباب هذا رح يحكي لنا اللون ولازم نقفز على اللون اللي يحكيناه بنفس اللحظة. أوكي روح تو ذا وايت وايت. أبيض 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 ما في أبيض نحن عليها. الحمد لله عم ألاحظ شيء غريب عم يصير بالعالم كيف هيك. طيب هلا إيش بده؟ عم بيقول بر 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 فز. يس يس خوينا بيموت. هاي خوينا عايش كيف. وات خوينا عم يغش كيف عايش. خوينا عم يغش. طيب خلينا نشوف هلا اي لون بر نفسه.
يا الله خوينا عم يغش فاز واحنا لا يلا عادي هو فصل النت وفريق يرجع اصلا هو رجع جنبنا يا عبقري اختفى مره ثانيه خوينا ايش هذا والله ساحر شو عم يسوي لو بدنا ثلاث لاعبين لحتى نكمل اللعب لا طلعه يا الله رجع اخيرا هلا والله هلا دوري ولا ايش دوري يب 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 دورك انت انت اخضر واقف على اخضر عندي ذهبي طيب اوكي رميت الذهبي يا تاكو تاكو سابقني بكثير هلا والله هلا طلعت ثلاث خمسه لا لا ناصر الحمد لله الحمد لله والله كنت راح ابكي يا اخي انا عم احسب الارقام واحد واحد يا اخي كيف عبرتني هيك يا رب ناقص اربعه ليش السر يا اخي بدي الحق فيك يا الله والله لسه بدي كثير مشان اوصل لعنده طيب خلينا نرمي سيلفر رميت السيلفر يلا رحمي يا رب اقرب علي على الاقل يعطيني زائد خمسة يا الله لسه اثنين بدي اوصل عندك يلا وتاك ارمي ويلا رميت ارمي ارمي الله عليك طلع لي ستة وستة هاي المنطقة كلها اشياء رهيبة عم اشوف الارض رح افوت رحمي لا خط النهاية اوه اتخطى النهاية وقفوا تاكو يا رب خوينا رجع من نقطة الصفر مرة ثانية والله مسكين طيب هلا دوري عندي ذهبي رح ارمي الذهبي ما اتوقع انه رح اقدر افوز على اوتاكو يا شباب ما اتوقع والله كثير بعيد عني اوتاكو والله ارحمي من يضحك اخيرا يضحك كثير. ايش هاي قدمني اعطاني زائد خمسة اوتاكو صرت جنبك انا اسف راح يفوز تصرفت باللعب معك ولكن جي جي اتاك المركز الاول انا المركز الثاني وخوينا المركز الثالث خوينا كان متقدم بس فصل عنده النت مرتين يا رجل كان هلا اول ثاني يمكن او الاول مين يعرف يب على كل يا شباب اتمنى عجبكم هذا المقطع ولا تنسون تحطون رايكم ايش رايكم بالسكن الاسطوره هذه فكره لابس مناظر تعرف الشهره وكذا يا اخي اسطوري والله لا كذا بمزح يا شباب انا مو متكبر بس والله السكن عجبني يا اخي بالمناظر ممكن اشيلها بعدين اعطونا رايكم خلينا نشوفه بس شوفكم فيديو جديد باي 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 باي